الوفاء بعض الافراد عندهم وفاء بعض الافراد ما عندهم وفاء الوفاء مع الله سبحانه وتعالى الحياء من الله الادب من الله يقولون احد العلماء ما كان يتكلم بصوت مرتفع صوت مرتفع ما كان يصر فقيل له في ذلك، قال نحن في محضر الله سبحانه وتعالى. هل واحد يصرخ في محضر الله؟ هذا خلاف الهدف. احنا نشعر بحضور الله سبحانه وتعالى في حياتنا. إذا أبونا الذي نجله نحترمه في الغرفة نصرخ صيح أبداً نتكلم بصوت عادي هذا العالم كان يقول كيف أصرخ وأنا في محضر الله؟ هذا خلاف الأدب أحد العلماء ما كان يمد رجله يقولون كاتبين في أحواله أربعين عام ما مد رجله أظن في أحوال المقدس الاردبيلي أربعين عام كان يقول كيف أمد رجلي في محضر الله سبحانه وتعالى أنتم أبوكم إذا في الغرفة تمدون رجلكم أمامه أبوكم اللي تعزونه تحترمونه تمدون أبدا واحد مؤدب ما يفعل هذا العمل أدب حالة الادب حالته الادب، هاي حالات نفسيه مو حالات ادراكيه وحالات شعوريه. العلم وحده ما يفيد، العلم جزء العله، الحالات النفسيه هي الجزء الاخر من العله. احنا مو فقط نفكر في علمنا لازم نفكر في نفوسنا. ذاك الرجل قال للهيدجي الحياه مو كلها علم، اكو شيء اخر وراء العلم. عالم عملاق ضخم يمكن واحد يصير بس نفسه مو مربات شنو قيمه هذا العلم؟ المبدا الادراكي شيء والمبدا النفسي شيء اخر جاء غلام حبشي لاحظوا هذه الروحيه وهذه النفسيه الى النبي صلى الله عليه واله واسلم على يديه غلام حبشي ولكن لاحظوا نفسيته، لاحظوا روحيته. وأضاء نور الإيمان في قلبه. ثم قال للنبي صلى الله عليه واله بعدما أسلم: هل الله تعالى يرانا؟ احنا اذا ندري في غرفنا غرفتنا اكو كاميرا مخفية بث مباشر في القناة الفضائية، شلون نتعامل؟ لمنو؟ لأربعة ملايين بشر مثلنا لا يملكون ضرا ولا نفعا، ما هي قيمة البشر أمام الله سبحانه وتعالى؟ الله محيط بنا يرانا اصلا احد الاخوه نقل قضيه لطيفه انقل لكم يقول في يوم من الايام قلت قمت لصلاه الصبح متاخر الذين يقومون متاخرين اذا كانوا في مجمع كانوا يقومون متاخرين لو هذا فقط عندما وحدهم عندما الله يشوفهم يقول قمت متاخر وركضت ما ادري الشمس طالعه ما طالعه ركضت الى المغسل وتوضات وصليت في الصلاه مكسره اليدين والرجلين كصلواتنا عاده يقول بعدين فكرت ويا نفسي اذا كنت انا مع من احتشم منه من اصدقائي هل كنت افعل ذلك لو اول الوقت كنت ثم جاءت في ذهني هذه الايه الكريمه، ايه عجيبه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله بشير ومبشر وبشر الايه نزلت فيهم راجعوها يستخفون من الناس يحاولون يضمون القضيه احنا اذا سوينا شيء نحاول نضمه ولا يستخفون من الله